رجعنا لنتابع فقراتنا من صباح اليوم، ومثل ما أشرت قبل البريك ضيفنا اليوم الممثل والفنان طلال الجردي. صباح الخير. صباح النور. أول شيء أنا كتير مبسوطة، أنا أمي بيك فان على فكرة. تسلم. من زمان، بس حلو هيك ترجع تلتقى بأشخاص هيك أثروا فيك لوقت كتير طويل وعن جد كانوا حاضرين بذهنك وعلى الشاشة. بدي بلش أحكي من انتخابات نقابة الممثلين الأسبوع الماضي، كانت هيك انتخابات خليني أقول هيك شف، مش حقول شفافة، حقول أكتر هيك يعني حلو جوا. كنت أنت من لائحة ما حلف الحظ بهذه الانتخابات. بدي أحكي بس أول شيء شو كانت مخططاتكم بين انتخابات نقابة الممثلين؟ من شوي كانت الفنانة هيام أبو شديد معنا هون على الست، عم نحكي أنه اليوم نقابة الممثلين مثل كتير نقابات، شو قادرة تعمل للممثل؟ خبرني أول شيء عن الانتخابات وعن وضع الممثلين بشكل عام. خليني بلش من الاخر. نعم. هي انه موضوع النقابه شو بدها تعمل. النقابه هي وظيفتها انه تحافظ على حقوق الفنان. نعم. وقصه اللي بتعرفوا قصه الشيخوخه، وانه اذا لا سمح الله اصابوا شيء هذا الشق، بس الشق الاهم هو حقه كفنان. صحيح. من وقت يمضي العقد لوقت ينتهي من عمله، والحفاظ على بيئه ومناخ جيد لها الفنان هذا تيقدر يعطي الدور اللي لازم يعطيه. هيدا اللي عم نحاول كنا انه نشتغل عليه. وهذا الموضوع كان دائما يصير فيه خلافات بالفتره الماضيه، غير انه تكون مؤسسه الخبريه، مش لانه النقيب عنده صلات جيده مع المنتجين او مع الدوله. بركي اجى نقيب ما عنده صلات جيده، شو بتعملي؟ نمؤسس الموضوع، نعملها مثل ما قلنا عصريه، وهيدي اخذت انه شو كنا نحن متخلفين. ما هذا كان المقصود ابدا. نعم. المقصود انه حتى نمكننا، يعني هلا اذا بتفوتي على الويب سايت النقابه مع كل المجهود اللي انعمل، بس بعده ويب سايت لا ينتمي الى هذا العصر. نعم. شوي عتيق الخبر فيه. لدوري عم مثل بتلاقي صور عمره 18 سنه صار عمره 60 سنه بكون الممثل. صحيح. نواكب شويه، والممثل اللي يتقاعس يشيلوا اسمه، يعني ينشال اسمه طايحين هو يعمل ابديتنج. بالنهايه نحن عم نستثمر بحالنا كفنان. صحيح. اما بالنسبه للانتخابات صراحه كانت بجو رياضي وهيك على بالشكل، بس بالمضمون والله صار شغلات انا لاحقا يعني شفتهم على الارض، بس لاحقا بعد ما نزل بلش ينزل تويتات لبعض الناس من الناس اللي كانوا بالانتخابات، لقيت انه في كان تدخل حزبي، وهذا شيء مخجل يعني بنقابه الممثلين. ما صاير عنا قبل، ما صاير في يصير بحال لنقابة إلا بهذا النوع من النقابات، يعني لأنه شفت بعيني ناس عم تجي حاطة مصل. في أحد الناس كان مكورا وإجى على النقابة وقال إنه معه كورونا. صوته مهم. سيارات عم تاخد وتجيب الناس، يعني هدول شفتهم بعيني. نعم. وسمعت إنه في تجييش وما بعرف بعلم ما صايرة عنا. ليه وصلنا لهالمحل؟ مؤسف مع كل هذه التحولات. يفترض نحن هو الاخر سنتين كون رحنا هيك ستابس لقدام، خصوصي هذا القطاع، يعني نعم. ما بنحمد بلس انه شو بتقول ليه هيك؟ يعني انت مش ليه، انا بعرف ليه، بس اليوم يعني هيك في شعور خليني اسميه بالاحباط، ما بدي اقول مش احباط هيك، يعني في شيء حوالينا كتير مزعج. بتضايق من 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 الناس، من الناس يعني انه طب بعد ما لمسنا انه الاحزاب كذبت علينا، يعني هذا لا ينسحب فقط على نقابه الممثلين. طبيعي. يعني بدهم ياخذوا كل النقابات، صحتين على قلبكم، خذوا ما انتم البلد كله بجيبتكم، بس نحن كناس بعد ما انتبهنا انه كذبوا الاحزاب، بغض النظر كذبه صغيره ولا كبيره بين حزب واخر. طبيعي. بغض النظر هيدا فسد ولا وكلهم فسدوا، كل واحد عقياسه، عقد ما استلم وزارات وعقد ما استلم نيابه ومسؤوليات، كل واحد بالنهايه عقياسه عمل كذبته، فكلهم ايه كل واحد عقياسه، بس نحن بعد ما انتبهنا بعدنا وكفنانين واحزاب كوكتيل محترم اللي كان موجود، يعني من هدول اوقات بشبقوا على بعضهم على الشاشات، هن بشبقوا بعض فجاه عملوا كليك سوا، يعني بس نحن كناس، انا بتضايق منا نحن كناس. كان مفروض يكون هلا توقف العمل لاسباب ما بعرف والله الاسباب، بس انه هيك بلغت انا انه العمل توقف. بس في حركة منيح بالبلد، والكريدت بيرجع صراحة بدنا نقولها لشاهد. نعم. شاهد مشغلي هلأ كل البلد بلبنان وبتركيا، يعني بتلاقي في مجموعات ممثلين لبنانية شغالين على الخط بيروت. صحيح. تركيا عم بصير التصوير بتركيا، هيدا مشغل إذا بدك القطاع
مقطع اجري لانه هيدا بالدولار اذا بدي. اذا وقفت شاهد تقرر لسبب ما انه لبنان اخذ حصته كانه عم بسمع هيك سماعيات بصير في عنا ازمه كثير كبيره. نعم مش يعني حنفوت بازمه كثير كبيره. ما في قدره للتلفزيونات او المؤسسات الانتاجيه انه صحيح. تقوم بعمل بواكب ستاندرد اللي هو هلا بالبلد يعني بالعالم سوري يعني طبعا. انت ما فيك تكوني بمنصات عم تقدم مشاهد ونتفليكس بلا بلا او الاعمال اللي قدموا على التلفزيونات العربيه الضخمه وتجي انت تنزل بالنيفو هالقد ما بتزبط بقى ما بيتقبلها المشاهد بحس انه في شيء فيك في شيء منه مزبوط يعني فبدك تضلوا ضمن ستاند معايير معينه اذا نزلنا عن هيدي المعايير عنا ازمه واذا وقفت شاهد او هالبلاتفورمز عم بيشتغلوا عندك أزمة صراحة. اليوم إنتاج هيك أعمال درامية بلبنان أو مسلسلات أو هذا اللي هو هل بعد شيء إلى السوق بالدول العربية والخليج لربما يعني كمان تكون باب لا فريش ماني لا تقدر تحرك عجلة الاقتصاد بقطاع الفن يعني بالبلاتفورمز عم نقرب ببعض الأعمال صاروا بهالسنتين ثلاثة عم نقرب بس نحن أخذنا المساحة اللي لازم نخدها لا ما أخذناها ولو بدها تصير كانت صارت قبل It's too late منه It's too late دايما في باب انك تنفذي منه خصوصي بالفن الفن مكان هالقد واسع خصوصي اذا انت ما عملت عليه قيود وعدي حديتي منه في تاركتي open وحر اذا ضلوا هيك مثل ما نحن لازم وفتحنا مجال الطاقات الشبابية اللبنانية حاجة قامعينهم وبعدنا شغالين على البوطة هي ذاتها فتحوا مجال للشباب يعطوا رأيهم بتلاقي انه ايه بلا نقدر نعمل وانا عم شوف شو عم بيحاولوا يعملوا بروجيات الجامعات تبعهم او بالمسرحيات تبع الجامعه عم بيحاولوا يعملوها دائما عم بيحاولوا يقدموا افكار ما بتشبهنا برات البوكس اذا بدك ودائما المنتج بفتش خصوصي مثل شاهد وهدول بفتشوا على شيء برات البوكس مش ضمن المعايير اللي دائما بنقدمها نحن بعرف صرت مستعجل يلا لو شو ما صار بالعكس هيك اخر سؤال اليوم لو بهذا الظرف اللي نحن فيه اذا بقينا على ما نحن عليه خلينا نقول بعدك مصر أنه أنت لن تكون إلا فنان ولا بتفكر بلحظة من اللحظات أنك أنت خلينا نقول مجبر أخاك لبطل أنك تلغي هذه الفكرة من راسك وبهيدا الوضع عم بحكي بلبنان تروح على خيار أنك أنت تعمل مشروع وهل في فكرة مشروع لألك لحالك أو تعمل شيء تاني خارج هذا السياق عم نحكي سياسي يعني سياسة فن عمل أي فن شيء فن بلا فن نعم. بلا أنا بعدي عم فكر حتى شيء صراحة يعني شيء ما بلبنان نعم. ما يعني بعد بهالمعدل هيدا ما عاد المساحه يلي علما انه بكره اقول انه ظهرونا من البلد لا ما حدا حيظهرنا من البلد بس في اوقات في بعض القصص تفرض عليك على القليله تحاكي كمان اللبناني اللي برا بس ما رح نظهر من البلد كل واحد عنده شيء يقوله كل واحد متمسك بهيدا الارض وكل واحد ما بيرضى هذا الظلم اللي عم بيصير على الناس ما رح نظهر من البلد ما ظهرتنا ما رح تكون سهله ما رح نظهر من... وانا بتمنى على الناس كلهم سوا واللي صار بنقابه الممثلين ما ياخذوا عبره نحن اخذنا 30% من الاصوات مع كل شيء صار نعم. فالناس ما تحبط اذا في اراده لا بتوصلوا تاخذ وقت بس بتوصل 30% اذا اخذنا بالانتخابات النيابيه اللي جايه more than enough هني ما مفكرين فاكرين انه ناخذ 10-15% اذا اخذنا 30% ما نحبط لكن بده يكون في اراده بده يكون في اراده التغيير وما يكون في خنوع واستسلام وانبطاح الانبطاح شو حيبصي هالصحارة هالمليون ليره عم بيوعدوا هلا ما بتغير حياتك بيوعدوكم بالانتخابات ضربه وحده هي نعم. سنه اي سنه هالضربه وبعدين لحقوا خذوا ما يدهش كذبوا وغدرونا دائما تذكروا كذبوا وغدرونا شكرا كثير لك على حضورك ومشاركتك معنا اليوم بصباح اليوم مثل ما قلت يمكن بدنا شو هي الوصفه اللي مخلي الناس تروق ويمكن هي بكل بساطه نفتش على نحن نركض ورا حقنا لانه ما راح يوصل لعنا لحاله مره جديده بتشكرك وبتمنى لك كل التوفيق